مستمر أولى فقراتنا اليوم رح نتمم فيها حديث وموضوع كنا قد طرحناه من قبل، وهو فوائد اللعب لدى الأطفال وكيفية توجيه سلوك الطفل من خلال اللعب وتعديله أيضا من خلال النشاطات. شو هي الطريقة الصحيحة للعب الأطفال وكيف نقدر نلاحظ سلوك أطفالنا ولوين عم يتوجه؟ رح نلاحظه، رح نحكي عن هالمواضيع مع الأخصائية الاجتماعية رندا علي ديفي. يسعد صباحك رندا. يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك رندا. اهلا وسهلا. بالبدايه طبعا بدنا نبلش باهميه اللعب، تعريف اللعب، البدايه من عندك، شو بتحبي تبلشي؟ هلا المره الماضيه نحن بلشنا لنحكي عن اهميه اللعب للاطفال بفئات العمريه المختلفه لحتى لنوصل لمرحله المراهقه وحتى لبعد كمان. كان توجهنا المره الماضيه لنحكي كيف ممكن نكتشف الطفل امكانياته الادراكيه، تعليمه، شو الطرق الانسب لحتى يتعلم ونطور له ذكاءاته فيها. اليوم بدنا نحكي اكثر على الموضوع التشخيصي والعلاجي، كيف انا فيني اكتشف انه هل ابني انا مثله مثل باقي الاطفال بالمرحله العمريه اللي عم بيمر فيها، ولا هل هو متفوق عنهم، ولا هل هو متاخر شوي، شو النقاط قوته، شو نقاط ضعفه، كيف فيني اقويهم ببعض، قد ايه مدى الصحه النفسيه اللي بيتمتع فيها. هلا انا دائما بحب اوصف اللعب بشكل عام بغض النظر عن العمر، سواء كنا نحن لهلا بنحب نكون في عنا العاب ومسابقات واشياء اللي ما بيقدر هو يمارسها فهو بيحب يحضرها. فانا بعتبر انه اللعب عند الاطفال مثل المهنه بالنسبه للراشدين، فهو تماما يعني نحن لما بدنا نشخص عند شخص راشد اذا هل هو بيتمتع بصحه نفسيه معينه وقد ايه نسبه الصحه النفسيه اللي بيتمتع فيها، فنحن بنشوف مهنيا عنده هو هل هو ثابت بمكان عمله، هل هو بيعاني من مشاكل اجتماعيه معينه، هل هو بيقدر يكون في تواصل جيد بينه وبين زملائه بالعمل، هل هو شخص مختلف بالبيت عن الشغل ولا هل هو نفس الشخص، قد ايه ممكن يتطور، قد ايه ممكن يكون سعيد بحياته، قد ايه ممكن بيقدر يحقق انجاز باللي عم بيعمله بالمهنه. يعني لهيك هذا نفس الشيء نفس الكلام والمنتج انا بقيسه على الطفل اثناء اللعب. يعني كمان فينا نعتبر انه اللعب لدى الاطفال هو متمم للنمو المعرفي والحسي والحركي للطفل باختلاف انماطه واشكاله والعمر يلي ببلش تماماً. فيه، فخلينا نعرف كيف هو بيصير متمم عن طريق شو. هلا اول شيء انا فيني اقيس ادراك الطفل او مهاراته او حتى درجه ذكائه قد ايه انا لما بحطه بمكان بدون ما عنده أي وسيلة يتسلى فيها، كيف هو بيقدر يخترع من أشياء موجودة حواليه بالمحيط اللي عايش فيه قد ما كان فقير، يقدر يخترع لعبة يقضي فيها وقت معين من الساعات اللي عم بيقعد فيها بنشاط يستمتع فيه وبنفس الوقت يكسبه خبرة. من هون أنا بقيس إنه يا ترى هذا الطفل لما مسك شيء ولعب فيه بطريقة غلط فهو شو إمكانياته، شو الفرص المتاحة له، هل هو عنده بيئة محيطة غنية ولكن هو ما عم بيستفاد منها، فأنا هون بنتبه لدرجة ذكائه وإدراكه والناحية العقلية، أو هو قاعد ببيئة فقيرة وهي اللي عطته قلة هالتطور وهالضعف بالإمكانيات، لهيك أنا هون بتوجه للبيئة وبحاول شوف شو النقاط الضعف وبقويها. ولكن إذا كان الطفل هو بالأساس عنده مشاكل فأنا عن طريق اللعب دائما في عندي عدة أنواع له، أو بيكون موجه أو غير موجه، أو بيكون مباشر أو غير مباشر، هذا كله بيفوت بمنحة لأنا أقدر ما رح أقولك بالمعنى الصريح أنه أنا شخص أنه في مشكلة أو ولكن بقدر دائما حط طفلي على سلم معين من التقييم اللي بقدر للمستقبل اقدر اتدارك، كل ما كان عمر بكير كل ما بقدر اتدارك الموضوع وحتى اتخلص من المشكله. رندا عملنا نحن استفتاء على صفحه الاخباريه السوريه عبر الفيسبوك والسؤال بيقول ايهما يحقق فائده اكثر وتعديل سلوك الطفل عن طريق اللعب، اللعب عبر الاجهزه الذكيه، اللعب عبر النشاط الحركي؟ اول شيء برايك شو الجواب لاعطيك شو التقييم؟ هلا اكيد دائما نحن ما في عندنا مقارنه بين الالعاب الذكيه والقعده لانه هي دائما محدده. تمام. هلا بشرح لك بالتفصيل شو الفرق بيناتهم، بس انت برايك انه اكيد الحركي، يعني اكيد الحركي اكيد تماما الحركي.
مزبوط رندا، اللعب عبر الأجهزة الذكية جاب 8%، أما اللعب عبر النشاط الحركي 92%. طبعا يعني مثل ما قلتي، يعني هلا هي نحن كان الهدف من هذا الاستفتاء انه نحن اكيد الكل رح يتجه للحركه، ولكن كيف وليش وشو الطريقه هون اللي نحن لازم نتجه بالوعي فيها. واليوم ولكن يمكن نحن بدنا نحكي بهذا الموضوع فعلا. نحن كيف بيتم تعديل سلوك اطفالنا من خلال اللعب الحركي رندا؟ يعني اللي هلا ذكرنا بالاستفتاء انه لعب حركي شو هو، وكيف نحن بنقدر نعدل سلوك اطفالنا من خلال اللعب الحركي؟ هلا نحن تطرقنا المره الماضيه بشيء بسيط، اليوم رح نتوسع فيه. انا ذكرت انه دائما انا عندي نوعين من انواع اللعب، او مباشر او غير مباشر. المباشر اني انا بحط الطفل وبكون انا الشخص الراشد اللي عم بوجهه بلعبه معينه، وهون انا بتكون هي المرحله اللاحقه. اول شيء بيكون غير مباشر، بعطيه العاب معينه بشوفه كيف بيلعب فيها، بسجل انا عندي او بنتبه لتفاصيل وين هو ممكن يكسر اللعبه، يمكن ما يعرف يلعب فيها، ممكن ما يقعد وقت كافي عليها، ممكن يتململ، يشعر بالاحباط بسرعه. هاي النقاط الاساسيه بتقدر تعطيني مؤشرات اوليه لانا اقدر اقيس، او خليني اقول استخدم مصطلح اني انا شخص شوي انه انا طفلي ملولي، انا طفلي انتباهه ضعيف، انا طفلي ما عنده مهارات، مهاراته الحركيه انه يمسك لعبه ويلعب فيها هي ضعيفه، عضلاته ضعاف. فانا هون بنتقل للعب اللي بطريقه مباشره اللي حتكون بيني وبينه، ححط اللعبه اللي هو ضعيف فيها وحانا وجهه فيها والعبها قدامه وعلمه كيف يستخدمها مع التكرار ومع شويه اضافات وتنوع بالنشاط، حيكتسب هاي المهاره وحارجع اقيسه مره ثانيه. هلا هون انا برجع بنتقل ليكون موجه او غير موجه. الغير موجه بده يكون عشوائي، الهدف منه التفريغ اكثر من التشخيص، او اكثر من اني اشوف قد ايه هو عنده مشاكل. بالعكس انا هون تفريغ. كيف يعني تفريغ؟ انا طفل مرق بظروف صعبه، فقد حدا، غير بيته، اجا بيبي صغير، هاي المشاكل اللي كل الاطفال هلا معاناتهم فيها، فانا ممكن تماما تماما بينكوس، بيرجع بصير في عنده نكوس. فانا من هون ممكن اعطيه اللعب عن طريق التلوين او عن طريق الرسم، او اعطيه ورقه يشقها مثلا ويشكل فيها نموذج على ورقه معينه. هون انا قسته كيف كان عصبي هو عم بيستخدم النشاط، كيف كان رايق، هل هو كان حزين، كان مستمتع ولا لا. هذا اهم عنصر لانا شفناه، هل هو عم يستمتع بالنشاط اللي عم بيقوم فيه ولا لا، هل هو لانه النشاط ماله مو من هواياته وميوله، ولا هو اي نشاط انا بحطه فيه هو بيتململ منه. فهاد انا بقيس فيه، وبعدين بنتقل لاني انا وجهه لبلش انا بعد ما شفت هو استخدم الالوان الاسود اكثر مثلا بال هو وعم بيلون، لا هو استخدم عده الوان، لون مساحات كبيره ولا مساحات صغيره، هي كلها. طب شو دلالاتهم هدول؟ هلا هدول لهم دلالات معينه هلا مثل رح اقول لك هي تاويلات، يعني هو مو شيء 100% صح، ولكن هي تأويلات بتعطينا مؤشرات صحيحة. في طفل راسم كان صورة حزينة لحاله وحيد بالبيت وعائلته هيك على جنب، ومثل ما قلتي كمان استخدم الألوان الغامقة يلي مو بعمر الطفل إنه يستخدمها، فمرة اثنين ثلاثة يعيد نفس الرسمة للمس، بالآخر يعني شافوا شو وضع عائلته، ولا طلع إنه مثلا كان في مشاكل عنده كثير بالعائلة ودائما هو منسوي وما حدا. لا الرسم اكيد بيعطي دلالات اساسيه لنحن نقيس مشاكل الاطفال، اكثر من انه خصوصي الاطفال اللي عندها القدره على انها تعبر بشكل مناسب. ولكن مو بالضروره في نسبه والتناسب فيها، ولكن عندها في اكيد يعني علاج عن طريق الرسم وعن طريق الفن، اكيد هذا كثير منتجه جيد خصوصي بالفئات العمريه الصغيره. تمام. احنا بنكون عم نحكي على الاعمار يعني احنا من نكتشف فيها هذا الموضوع، يعني من اي عمر بيقدروا الاهل يعرفوا انه لعب طفلي بهذا النمط هو بيدل على سلوك معين؟
هلا لقلك من يومين ثلاثة كان في بيبي صغير لسه مو مكفي الأربع شهور، فقاعد هو، فتصوري إنه ما عنده أي ألعاب حواليه، وما هو طبعا تعرفي بهذا العمر ما بيكون لسه قدران يشوف بمسافات منيحة غير لتكون كتير مقربة عليه، فكان عم بيلعب بطرف التليفون، كان بيقدر يلعب ومتسلي ومستمتع. يعني تصوري انه قد ايه العمر صغير ولكن هو قدر يلاقي نشاط شيء يلعب نشاط يقضي وقته فيه ويتسلى، هو ما له جوعان مع الام مرتاح ومريح، هو ولو لثواني. فمن هون قيسي للاعمار الكبيره، حتى نحن يعني لما بتكون انت قاعده مالي وما في شيء تعمليه على الاستفتاء انه ما الا ما نمسك شيء بايدنا نحرج. اي تماما، ما في داعي يكون وسيله التسليه الوحيده هي الموبايل. اكيد ممكن مثلا انا ارجع لهواياتي، اطلع امشي، اقرا، اي شيء اعمله. للاسف حتى اذا بدنا نقرا عم نقرا عن طريق موبايلنا. خلينا نحكي رندا، اللعب المناسب لكل عمر تفضلي. هلا الالعاب المناسبه، حارجع انا شوي للاستفتاء لحتى احكي لكم شوي عنه. هلا شو الفرق بين الجهاز الالكتروني او الموبايل والتاب، وشو الفرق بين البطاقات؟ دائما نحن، انا وقت قريت امبارح بعض التعليقات كان في انه هو مفيد، وهو في حسب حاجه الطفل فهو راح بيكون مفيد له بدرجه معينه. مثلا انا عندي طفل بدي اعطيه خبرات معينه، هو اول تكوينه اللغوي بدي اعطيه مثلا انا عدد من المفردات يتعلمها. فانا عندي بطاقات مثلا عن مجموعات ضمنيه، خليني اقول مثلا الفواكه، بدي اعرض له الفواكه وصورها، وحتكون هي صور حيه، حارجيها وبلش سمي له اياهم شو لونها وشو، اعطيه الخبره المناسبه لها. وفي عندي الطريقة الثانية اللي هي عن طريق الموبايل، انه انا حجيب الصور كون منزلتهم على موبايلي وحبلش افتح له اياهم وارجي. هلا شو الفرق البطاقة عن فرق مثلا برنامج تعليمي موجود عم بيعرض هدول الصور بتتالي او بسرعة معينة؟ الفرق بالبطاقة انه عنده نشاط اجتماعي بيني وبينه، عم بتفاعل انا وياه، عم بيمسك البطاقة بايده ويشوفها ويسمعها تماما، عم بيشغل حواسه بالتدريج بطريقه متناسبه جدا. ولكن لما انا عم بشغل له هذا ببرنامج، بيقولوا لك انه انا ما حطيته العاب، انا حطيت له برنامج تعليمي عم بيحضره. البرنامج التعليمي حقول انه هو في صور، اكيد الصور اكيد راح بتكون مترافقه مع اصوات، مع سرعه معينه بتتالي الصور، مع تفاوت بالاضاءه والصوت. هون انا صار عندي مجمل من المسيرات اللي عم تتفوت بشكل عشوائي، خصوصي بالعمر المبكر، سبب تشويش تماما. فهو صار عنده تشتت وما عم بيقدر يفصل المسيرات كلها اللي عم تفوت عن طريق حواسه اللي هو صلة الوصل للتعلم. فهو عم بيتشكل عنده بدماغه تشتت، ما عم بيعرف، عم بيجي صوت مع صورة مع كلمات. هلا في درجة ذكاء معينة حيقدر يتعلم، اوكي كلنا بنقدر نتعلم وكلنا هاي المسيرات كلها حتنعلق بذاكرتنا، ولكن بأي درجة حيكون عم بيواكب الدرجة الأولى من التعليم اللي هي بس الذاكرة والمعرفة. ولكن لما بيستخدم البطاقات أو المكعبات أو معجون شكله، فهو عم تنتقلي لمراحل عليا بالتعليم اللي ممكن يبتكر شكل معين بالبطاقات، يعمل منهم مثلا بيت، أو ممكن المكعبات يبني منهم برج. فهو خرج عن الهدف الأساسي من المكعب اللي هو انه بس مثلا يعمل فيه مثلا لاين او شيء، اكيد ويعمل لاشكال غير، يعني مثل ما هو حابب، مثلا حابب بيت يمكن يعمل بيت للعب، اوكي بيعمل بيت بيرجع بيغير شكل ثاني، بيعبر عن نفسه يمكن من خلال هاي الالعاب الموجوده قدامه، بصير عنده حس الابتكار كمان. تماما، مثلا ممكن تعطي انت سياره صغيره، اغلب لعبات الصبيان اللي بيحبوها، فهل هو مشاها بطريقه معينه وقدر يتخيل شارع وتخيل مثلا حدا عم بيسوق، حدا عم بيقطع الشارع، او ممكن انا اوجه له سلوكه انه مثلا انا عم بحكي القصه انه ما حدا كبشي من السياره، فانا كمان اعطيته توجيه، هذا من صلب حديثنا. وممكن كثير يضل ماسكه عم بيقلب بدواليبه مثلا، فهو انا هون بيعطيني مؤشر انه هذا الطفل
في شيء معين انا في لازم كان مو تماما صحة. هذا تماماً. شيء غير حركه صحيح. معاده يمكن هي القصه حكينا عنها من تماما قبل او ممكن يفكها ويركبها. هلا في اطفال حتفك جزء وترجع تركبه بطريقه صحيحه، فهو ميكانيكيا الطفل عنده امكانيات ايه عنده امكانيات تماما. وفي طفل حيفكها ويخربه وما يعرف يرجع كمان، هذا انا رح اعلمه. المهم انه فكها يعني المهم انه اخر شيء فكها المهم غلط المهم يعني بدك تجيبي له غيره هلا نص الاولاد يفكوها هذول يكسروها تماما. او ممكن يمسكها ويخبطها بالارض، فهو مسكها وخبطها على الارض وكبها. هل هو في فئه يعني في مرحله عمريه مثلا بالسنه والسنتين بيكبها ليشوف الفعل ورد الفعل، فهذا كتير صح وهذا كتير شيء منطقي، ولكن لا بعدين فمعناته هو ليش واقف بهي المرحله العمريه. لا بس تماما، نحن امتى بنقدر انه نصير نوجه سلوك اطفالنا باللعب؟ يعني امتى لازم نقول لهم لا هيك لعبوا صح او هيك غلط؟ اي الفتره اللي لازم نتركهم فيها على راحتهم يلعبوا ويعبروا بالعابهم بالاشياء يلي بتكون موجوده قدامهم؟ هلا دائما اذا ما تركته على راحته ما رح اقدر اعرف مشاكله. تمام. فانا لازم يكون عندي الجهتين. لا لاي مرحله عمريه انا قصدي بكل المراحل. لاقول لك مثلا انا ممكن الاقي طفل مثلا اول ما كان بعمر صغير، فبتعرفي كل الاطفال الصغار مثلا بيحبوا انه وقت مثلا انه يضربوا او يعملوا حركه، فهو حيكون كثير لطيف وما ما حتاذي حدا. فنحن حتكون كراشدين امه وابوه حنضحك له وبرافو، هو حيفكر انه هاي شغله مهضومه تماما. حيكبر حيصير عضله اقوى، بصير وقت بده يعمل نفس الحركه وما حيقيس حجم اذاها. فهون هو فجأة انه انت من شهر كنتي مبسوطة فيني بهي الحركة، ليه هلا زعلتي مني؟ فلهون انا ما بجيب وجهه انه لا ما بصير، لانه هو ما قصده ابدا شر يعني. فانا ببساطة ممكن اجيب لعبة مفضلة عنده هو بيحبها، واعمل مثل مشهد تمثيلي بيني وبينه وانا عم بحاكيها، وانت لما عم تلعبي معي واشرح له الموقف تماما انه انت كانوا عضلاتك صغار ما كنتي توجعينها، كان مهضوم الموضوع، هلا صار. فانا لما ححاكي ما وجهه بشكل مباشر، فانا هون وجهته بطريقه غير مباشره عن طريق التمثيل والالعاب، او ممكن عيد المشهد بيني وبين شخص ثاني وخليه هو يحضر. فانا هون عملت له نموذج ونمزجت الموضوع وعدلت له سلوكه ووجهته بطريقه كثير لطيفه وهو وعم مبسوط، وحيثبت هذا معه اكثر ما اني وجهه بالتنظير وبالله مزبوط. نزل مقطع فيديو على الفيسبوك هيك نفس الشيء، الاهل مقعدين اولادهم هن هيك عم بيلعبوا على الاساس. كثير حلو اللقاء معك دائما رندا، بتشكرك طبعا على معلوماتك الرائعه، واكيد من الاكي بحلقات قادمه. اهلا وسهلا فيك، نورتينا. يعني رندا عالم الطفوله الحديث عنه وما بيخلص ابدا، وفعلا الواحد لازم يكون كثير دقيق ومو اي تصرف لازم يكون عشوائي مع الاطفال. شكرا كثير لك، شكرا لك. بنحكي بمواضيع عديده بتخص الاطفال او غيرها. شكرا لك.